بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة بملعب الأهلي. النهاردة إن شاء الله بداية الأسبوع العاشر بالنسبة للنادي الأهلي. نادي الأهلي سيلاقي نادي الاتحاد السكندري، متصدر القمة أو متصدر الدوري العام المصري. النادي الأهلي سيلاقي تاني أو الوصيف حتى هذه اللحظة أو حتى هذا الأسبوع نادي الاتحاد السكندري. مباراة هامة جدا، مباراة صعبة جدا، ولكن خلينا نروح على طول لكواليس ما يحدث في قبل بداية هذه المباراة. زي ما حضراتكم شايفين، احنا دايما بنجيب لحضراتكم كل ما يحدث في الساعة ونص قبل نهاية أو قبل بداية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري. ده منذ قليل تحرك أتوبيس النادي الأهلي إلى ملعب المباراة. ريني فايلر وبقية اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين متجهين إلى الأتوبيس الخاص بالنادي الأهلي علشان يستقلوا بقى ويروحوا إلى ملعب المباراة. الأتوبيس في طريقه إلى ملعب المباراة. بالتأكيد بعد نهاية المحاضرة الفنية بتبقى كل اللاعبين عرفت مين اللي هيلعب، مين اللي مش هيلعب، مين اللي هيعمل الفاولات. خدوا بال حضراتكم، بتبقى الأمور الفنية بتبقى كثيرة جدا، ولكن بتبقى محفوظة، بتبقى الحاجات دي محفوظة. ما هو إلا أو المدير الفني في الوقت ده بيعيد الكلام اللي دايما بيقوله خلال الأسبوع أو خلال الثلاث أيام ما قبل المباراة، أو بيؤكد على اللاعبين مين هيلعب إيه، مين اللي هيعمل الكورنر من ناحية اليمين، مين اللي هيعمل الكورنر من ناحية الشمال. طبعا بيقول التشكيل الرسمي للمباراة والتشكيل اللي هيلعب المباراة، بيتكلم في كل شيء، ولكن بتبقى بصيغة أو في وقت قليل جدا، لأنه بيفكر اللاعبين بما حدث خلال الثلاث أيام السابقة. ولو كان عنده المدير الفني، لو كان عنده أي كلمة تحفيزية للاعبين في مثل هذه المباريات، أعتقد أن ريني فايلر النهاردة بيحاول أن يستكمل سلسلة الفوز أو سلسلة الانتصارات خلال الفترة السابقة. حاجات كتيرة جدا عملها ريني فايلر مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. نتمنى أن النهاردة المباراة تستمر أو يستمر النادي الأهلي في انتصاراته. زي ما حضراتكم شايفين، وصول الفريق حالا على ملعب استاد القاهرة، المباراة التي تقام عليها طبعا ده فريق نادي الاتحاد السكندري. لحظة وصوله إلى ملعب المباراة استاد اسكندرية، واحد من المديرين الفنيين الكبار الحقيقة كابتن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، معاه طبعا كابتن محمد إبراهيم المدرب المساعد، وبقية الجهاز الفني والإداري لنادي الاتحاد السكندري اللي عامل طفرة كبيرة جدا جدا منذ بداية هذا الموسم. عندهم مجلس إدارة برئاسة الحاج محمد مصلحي، حاجة جميلة جدا 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 أيضا. والعلاقات الطيبة ما بين الناديين الكبيرين الحقيقة حاجة محترمة جدا. أيضا وصول أتوبيس النادي الأهلي إلى ملعب المباراة، ملعب استاد القاهرة، حاجة بنفخر بيها جميعا. هذا الاستاد الرائع والشكل الرائع اللي احنا بنشوفه دائما داخل استاد القاهرة. تتوالى أو يتوالى خروج اللاعبين من الأتوبيس إلى غرف خلع الملابس، وحركة سريعة، هو نسي الشنطة أو الشنطة مسكت في الأتوبيس وهو نازل، مفيش أي مشكلة، كل الأمور بتعدي. بقية اللاعبين أو اللاعبين بقى دلوقتي رايحين المباراة. هشام محمد طبعا لاعب نادي الاهلي السابق، وبقيه اللاعبين اسلام جمال، ايمن اشرف طبعا، اسلام جمال لاعب نادي الاتحاد السكندري، ايمن اشرف نجم النادي الاهلي، وبقيه اللاعبين احمد فتحي وحسين الشحات، وكل اللاعبين متجهين الى ارض او غرف خلع الملابس. طبعا صبري رحيل طبعا نجم النادي الاهلي السابق. حاجات جميلة جدا، وهو ده زي ما بقول لحضراتكم دايما، الحاجات الجميلة دايما بنشوفها ما بين الفرق المحترمة، ناديين الكبيرين، جمهور نادي الأهلي مع جمهور نادي طبعا مانجا لاعب نادي الأهلي السابق ولاعب نادي الاتحاد السكندري الحالي. حاجات جميلة جدا وحاجات كويسة جدا. زي ما حضراتكم شايفين، هو ده اللي دايما احنا بنشوفه، هو ده اللي احنا دايما حابينه، هو دايما اللي ده بيدعو إليه النادي الأهلي دائما. مروان محسن هو على غرف خلع الملابس، أيضا مجدي أفشة، كل اللاعبين بيتجهوا إلى غرف خلع الملابس لبداية المباراة أو لبداية الأول طبعا، التجهيز ما قبل المباراة، اللي عايز يسخن بقى التسخين والتدليك الخفيف اللي قبل المباراة، بعد كده اللبس، وبعد كده إن شاء الله ينزلوا يسخنوا بلبس التسخين. وزي ما حضراتكم شايفين الروح الطيبة ما بين كل اللاعبين وما بين لاعبي نادي الاتحاد السكندري. طبعا صبري رحيل ومكي طبعا أحد أصحاب المهام الصعبة الحقيقة في الجهاز النادي الأهلي.
حاجة جميلة جدا، أنا مستمتع الحقيقة وإحنا بنشوف هذه الروح الطيبة ما بين متصدر الدوري العام المصري وتاني الدوري المصري حتى هذه اللحظة، لأن هناك علاقة كبيرة وعلاقة هامة جدا وعلاقة محترمة جدا ما بين نادي الاتحاد السكندري وما بين نادي، من الواضح أنا بقول لكم اللقطة دي بتقول إن وليد أزارو ممكن يلعب، معرفش بقى يعني هل ده هيحصل ولا مش هيحصل، حتى هذه اللحظة لم يخرج التشكيل الرسمي للنادي الأهلي، ولكن لقطة إن أحمد فتحي ياخد وليد كده يقول له تعالى عايز أقول لك حاجة، من الممكن جدا إن احنا نشوف إن معرفش يعني دي حاجة أو إحساس كلاعب يعني، ممكن أحمد عايز يقول لوليد عايزك تعمل كذا، هنشوف عموما التشكيل الرسمي لما يخرج من كابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن كالعادة دائما خلينا نروح لزميلنا كريم أحمد اللي هيكون معانا النهاردة في استاد القاهرة، هذا الاستاد الرائع وفخر الصناعة المصرية الحقيقة استاد القاهرة في هذه المباراة الهامة جدا، نشوف ما يحدث في استاد القاهرة بعد وصول الفريقين. كريم ازيك وتفضل. كل التحية ليك يا كابتن اسلام، برحب بيك في البدايه وبكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله تمنياتنا بالتوفيق كالعاده لهذه المباراه، مباراه زي ما انت اكدتنا كابتن اسلام الترتيب والمستوى الجيد جدا اللي مأديه طبعا كابتن طلعت يوسف مع فريق الاتحاد السكندري، وايضا كمان الاداء الرائع وشخصيه البطل في النادي الاهلي والروح انكار الذات وكل الامور اللي ممكن نقولها على لعيبه النادي الاهلي خلال المرحله الماضيه بالتحديد، تلاحم كبير للمباريات، لكن ما عندناش لاعب احتياطي، ما عندناش لاعب اساسي، الكل متواجد، اي حد بيكون متواجد في التشكيله الاساسيه بيأدي ما عليه وهو ده المطلوب كالعاده، طبعا كل اللعيبه تعلم قيمه شيرت النادي الاهلي النهارده، المباراه الكل منتظر يا كابتن اسلام والكل مترقب ان هو يشوف اولا يعني مباراه فنيه تليق بالفريقين، وايضا كمان عايز يشوف مستوى النادي الاهلي اكيد في اولى المباريات اللي هتكون قويه جدا نظرا للترتيب زي ما احنا عارفين، وكمان يمكن الكابتن طلعت يوسف مميز جدا بغلق المساحات، عنده فكره اكيد تكتيكي هيكون النهارده في المباراه، لكن على الجانب الاخر زي ما اكدنا الجهد الكبير اللي بيبذل من الجهاز الفني بقياده مستر ريني فايلر اللي يمكن خلال الايام الماضيه تحديدا اسلام وامس بالتحديد يعني محاضره الفيديو الاخيره كانت فيها مكاسب كبيره جدا وكان فيها امور عديده جدا، الراجل قراءاته رائعه ومميزه جدا، عنده بيقدر يوظف بشكل كبير المهام كمان يا كابتن اسلام وبخبرتك الكبيره انت كنت احد نجوم النادي الاهلي، المهام اللي بياخدها بعض اللاعبين بتظهر اللعيب بشكل كويس جدا وايضا كمان بيفيد المجموعه ككل بشكل عام، وهو ده اللي احنا عايزينه من النادي الاهلي، عايزين يكون في ثلاث نقاط في كل مباراه واداء يسعد جمهور النادي الاهلي، النهارده بنتمنى تكون وجبه كرويه تفيد الفريقين، لكن كالعاده تمنياتنا طبعا للنادي الاهلي ان شاء الله ان هو يستمر في سلسلة الانتصارات ويحصد ثلاث نقاط هيساعدوه بشكل كبير جدا في الدفاع عن لقب بطولة الدوري العام. احنا متواجدين كالعادة كابتن اسلام في استاد القاهرة، حاجة رائعة ومنشأة مميزة جدا، يعني الجو العام هنا في استاد القاهرة رائع وكمان في برودة شوية في أرضية الملعب، بلغة الكورة تقدر يبقى في جري النهارده بشكل كبير جدا، لعيبتنا وصلت والروح الطيبه وفي احترام كبير يا كابتن اسلام زي ما انت اكدت عليه، احترام من النادي الاهلي نادي الاتحاد السكندري سواء باللاعبين الاجهزه الفنيه على المستوى طبعا مجالس الادارات، وهي دي الروح وهي دي الرساله اللي اكيد مهمه جدا لابد توصل لكل الانديه وكل المنافسين سواء في ارضيه الملعب او خارج ارضيه الملعب، الهدف هو المستطيل الاخضر، لكن خارج المستطيل الاخضر كل حبايب لكل اصحاب، لكن التنافس اكيد هيكون شريف النهارده في هذه المباراه. نقطه مهمه كابتن اسلام وحابب اكلمك عليها، النهارده كنا متواجدين في فندق الاقامه كالعاده، شفنا محمود وحيد بيغادر يمكن فندق الاقامه، سالته طبعا بشكل شخصي، محمود وحيد كان عنده امتحان النهارده لكن وجوده كان متواجد امس في التدريبات وكان متواجد النهارده في معسكر فريق النادي الاهلي، امتحانه كان الساعه 5 وهيعود يكون متواجد يعني بالخبره طبعا يا كابتن اسلام وانت تاكد علينا كده، يعني هو ممكن خرج شويه بره مود المباراه، ممكن يكون خارج القائمه مع اكيد حارس من الحراس اكيد اللي هيكون خارج القائمه ايضا، لكن محمود وحيد من الشخصيات المميزه جدا واللعيبه اكيد سهرت امبارح بشكل كبير، كويس يا كريم ان انت وضحت هذا الموضوع لانه نتمنى النهارده بشكل عام لكل لعيبه النادي. كويس ان انت وضحت هذا الموضوع لان انا عارف ان هتثار كلام كتير جدا او هيثار كلام كتير جدا خلال هذه الفتره، فكويس جدا ان انت وضحت، هيقول لك اصله اتخانق وانت فاهم الكلام طبعا اللي بيتقال في مثل هذه الامور، فكويس ان انت وضحت لنا هذا الامر، اتفضل يا كريم. بالتاكيد يا كابتن اسلام يمكن اكيد احنا قناه الاهلي يمكن هي الناطقه الرسميه باسم الاخبار سواء المركز الاعلامي او النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي ومن خلالك من خلال ملعب الاهلي، ومؤكد كمان يا كابتن اسلام على احمد فتحي ووليد ازارو، احمد فتحي من الخبرات الكبيره جدا يعني اللي بيقوم بدور كبير ككابتن وقائد للنادي الاهلي مع شريف اكرامي وحسام عاشور مع كل اللعيبه بصراحه، لكن ده دور احمد فتحي في الفندق كمان كان على طول متواجد مع اللعيبه بيحاول ان هو ما يبقاش في شد جامد، يعني انت عارف يا كابتن اسلام التركيز الكبير مع لعيبتنا خبرات طبعا على اعلى مستوى، لكن الشد الكبير والتركيز الكبير ممكن يشتت شويه النهارده، بنتمنى الوليد يبقى متواجد، بنتمنى اجاي يبقى متواجد، الكل يبقى متواجد، يعني الوفره العدديه والاماكن اللي يمكن مستر فايلر بيحاول ان هو يوظف فيها بشكل كبير.
لسه كابتن اسلام يعني احنا خلاص يعني ان شاء الله في خلال 10 دقايق بالكثير قوي يكون تشكيل الفريقين معاك وتشكيل طيب. النادي الاهلي ان شاء الله ارجع لك كابتن اسلام وفي خلال لحظات ان شاء الله يكون معاك التشكيل. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ارض استاد القاهره ما هيجيب لنا التشكيل على الهواء مباشره هنقوله لحضراتكم على طول. خلينا بنروح لجرافيك هذه المباراه. طبعا الدوري العام المصري موسم 19 20 مباراتين هيتلعبوا النهارده. مباراه المقاولين العرب والاسماعيلي كانت في تمام الساعه 5 اعتقد. الشوط الاول انتهى بهزيمه النادي الاسماعيلي وفوز المقاولين العرب في الشوط الاول 1-0 على الاسماعيلي. اما المباراه الثانيه هتبقى الساعه 7:30 الاهلي سيلاقي نادي الاتحاد السكندري الاثنين 23 ديسمبر 2019. يوم الثلاث في ثلاث مباريات 24 ديسمبر هتبقى مباراه الساعه 2:30 طنطا هيلاقي اسوان في نادي مصر سيلاقي نادي مصر المقاصه في الساعه 5 والساعه 7:30 الانتاج الحربي سيلاقي نادي الزمالك. اما يوم الاربعاء 25 ديسمبر الساعه 2:30 اربع او هناك يوم الاربعاء اربع مباريات مباراة الساعة 2:30 ام بي سيلاقي حرس الحدود، الساعة 5 سموحة سيلاقي الجونة، الساعة 5 أيضا طلائع الجيش سيلاقي المصري، آخر المباريات يوم الأربعاء هتبقى بيراميدز سيلاقي نادي وادي دجلة. قائمة الهدافين للدوري العام المصري حتى هذه اللحظة عبد الله السعيد 8 أهداف من ام بي، محمد شريف لعامل مستويات رائعة مع ام بي بسبع أهداف، حسام حسن سموحة 5 أهداف، وليد سليمان الأهلي 5 أهداف، محمد سالم المقاولين العرب 5 أهداف، رمضان صبحي الأهلي 4 أهداف، أمد أكري أسوان 4 أهداف، عمرو الحلواني حرس الحدود 4 أهداف، ثم محمود رزق الاتحاد السكندري 4 أهداف، وحسين الشحات النادي الأهلي 3 أهداف. جدول ترتيب الدوري العام المصري قبل مباريات أسبوعه العاشر، النادي الأهلي لعب 7 مباريات، فاز في 7، لم يتعادل، لم يخسر، له 19 هدف، عليه هدف وحيد، فرق 18 هدف، عدد النقاط 21 نقطة، أنا آسف، من 7 مباريات. يليه في الترتيب العام حتى الأسبوع العاشر نادي الاتحاد السكندري من 9 مباريات، فاز في 6، تعادل في مباراتين، خسر في مباراة، له 12 هدف، عليه 5 أهداف، ويملك من النقاط 20 نقطة. المقاولين العرب شوط الأول كسبان النادي الإسماعيلي 1-0 لكن لسه المباراة لم تنتهي، لكن 19 نقطة من 9 مباريات لعبهم نادي المقاولين العرب قبل مباراة اليوم. أيضا نادي الزمالك في المركز الرابع من 8 مباريات عنده 14 نقطة، سموحة في المركز الخامس من 9 مباريات عنده 14 نقطة، الإنتاج الحربي أيضا في المركز التاسع من أنا آسف لعب 9 مباريات وعنده 14 نقطة. بيراميدز في المركز السابع من 9 مباريات عنده 13 نقطة، إمبي من 9 مباريات عنده 13 نقطة، الإسماعيلي المهزوم دلوقتي من المقاولين العرب في الشوط الأول من المباراة اللي بدأت الساعة 5 من 9 مباريات عنده 13 نقطة، الجونة في المركز الـ 11 بعدما فاز في آخر مباراتين من 9 مباريات عنده أنا آسف حرس الحدود الأول في المركز العاشر من 9 مباريات عنده 10 نقاط، أيضا الجونة في المركز الـ 11 من 9 مباريات عنده 10 نقاط. طنطا في المركز الـ 12 من 9 مباريات وعنده 9 نقاط، ثم المصري في المركز الثامن من 8 مباريات لعبهم فقط ب 10 أو أنا آسف ب 8 نقاط، ثم طلائع الجيش في المركز الـ 15 من 8 مباريات ب7 نقاط، ونادي مصر في المركز ال 16 من 9 مباريات لعب عنده 7 نقاط، ووادي دجله في المركز ال 17 من 9 مباريات عنده 6 نقاط فقط، والمركز الاخير نادي اسوان من 8 مباريات يملك 5 نقاط. مباراه اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 النادي الاهلي سيلاقي نادي الاتحاد السكندري في تمام الساعه 7:30 في بدايه الاسبوع العاشر بالنسبة للنادي الأهلي. هذه المباراة ستقام إن شاء الله على استاد القاهرة. قائمة الفريق النادي الأهلي الشناوي وإكرامي وعلي لطفي ومحمد هاني وأحمد فتحي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمود متولي وعلي معلول وحسام عاشور وأليو ديانج وعمر السلية ووليد سليمان ومجدي أفشة وحسين الشحات
واحمد الشيخ وجيرالدو وخط الهجوم وليد ازارو ومروان محسن وجونيور اجاي. المدير الفني للنادي الاهلي ريني فايلر. اصابات كثيره جدا حوالي 12 لاعب للنادي الاهلي. اما قائمه نادي الاتحاد السكندري عماد السيد ومحمود الزنفولي، اسلام جمال، محمد انور، محمود رزق، السيد سالم، اسامه العزب، صبري رحيل، ويلسون اكابكو ومحمود شعبان، نور السيد واحمد مانجا، نبيل مانجا واحمد رفعت واحمد راشد ورزاق سيسي، خالد الغندور، احمد حجي، هشام محمد، خالد قمر وايمانويل اوكوي. اما المدير الفني كابتن طلعت يوسف. موقف النادي الاهلي في المركز الاول من 7 مباريات، فاز في ال7 مباريات، سجل 19، استقبلت شفاجه هدف وحيد، عنده 21 نقطه في المركز الاول. نادي الاتحاد السكندري 9 من 9 مباريات، فاز 6، تعادل في مباراتين، خسر في مباراه وحيده، سجل 12 هدف، استقبلت شفاجه 5 اهداف، عنده 20 نقطه في المركز الثاني. ده جرافيك هذه المباراه. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنروح نستقبل دكتور احمد ثابت، هنتكلم عن اهم نقاط القوه والضعف للنادي الاتحاد السكندري واهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ يا كابتن الف سلامه. حته الثلج بقى للكابتن ماهر عشان ممكن ما العبش المباراه النهارده. ما العبش ربنا يستر. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ شرف. ازيك ربنا يخليك. هتلخبطوني بس برضه معلش بنعمل لك شويه حافظ. النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. ازيك كابتن عادل؟ شرف ومنور. اهلا بيك. الله ربنا يخليك. كابتن ماهر خليني ابدا بحضرتك رغم الاصابه، خليني ابدا بحضرتك. التشكيل اعتقد يتناسب مع المرحله من قبل ريني فايلر بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي. هو بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده طبعا لقاء الاهلي والاتحاد الاول والثاني على قائمه الجدول اللي موجود في الدوري العام. وطبعا اسلام الفرقتين ليهم تاريخ وباع كبير جدا في الكره المصريه. يعني لو هنقول مثلا نادي الاتحاد سيد البلد، مشهور بلعبته القدامى. لو هنذكر كده التاريخ، نرجع للتاريخ لورا شويه، عرابي وبوب ومحمد عمر والبابلي وشحته والجارم ورزق نصار وعيد احمد، ودول بيعتبروا من نجوم وتاريخ نادي الاتحاد. نفس الكلام بالنسبه للنادي الاهلي، طبعا تاريخه حافل بنجومه الكبار. لكن النهارده طبعا اختلفت الامور بشكل كبير جدا. حصل تطوير في الكره المصريه. النهارده النادي الاهلي موجود اول الجدول ب7 مباريات. مستر فايلر بعد تولته المهمه قدر ان هو يعمل استراتيجيه وشكل واداء وطريقه لعب للنادي الاهلي. الحمد لله من بدايه تولته المهمه، وحصل نوع من القبول بالنسبه لجمهور النادي الاهلي والطمانينه في الشارع الاهلاوي. التشكيله اللي بيلعب بيها النهارده مستر فايلر تقدر تقول من ثبات التشكيل والتدوير اللي هو بيعمله بشكل جيد خلال الفتره السابقه. محمد الشناوي في حراسه المرمى، من ناحيه اليمين محمد هاني، قلبي الدفاع سعد سمير وايمن اشرف وعلي معلول، عمرو السوليه وديانج واحمد الشيخ ومجدي قفشه وحسين الشحات والجونيور اجاييه. اكيد كل الاسماء اللي احنا ذكرناها يا اسلام هضمت الطريقه وهضمت الاداء وهضمت الشغل بالنسبه للجوانب الدفاعيه او الجوانب الهجوميه، وده واضح من اداء النادي الاهلي في ال7 اسابيع اللي فاتوا، العلامه الكامله. وده كان فبيدل ان الثبات اللي اتعمل من خلال اداء مستر فايلر هو اللي بيدي الطمانينه وبيدي الثقه للاعيبه النادي الاهلي في احراز الاهداف والفوز ب3 نقاط. كابتن عادل، عودة أليو ديانج بجانب عمرو السولية أعتقد أن ده شيء مميز الحقيقة. أكيد طبعا، يعني احنا شايفين أن كان في تغييرات دائما في الديفندر. عندنا حسام عاشور كان يبدأ مع السولية وبيبقى كان في تغييرات، لكن ديانج أنا شايف أن هو عنصر جيد جدا. أولا لعيب كرة كويس أوي، بيعرف يباص، عنده قوة، عنده قطع كويس، بيتحرك كويس أوي، طريقته جيدة جدا في حتة الكفر اللي بيعمله على اللاعبين في وسط الملعب. أيوه. الحاجة التانية المهمة ان هو بيعمل كمان حاجات اضافية، الحاجات الزيادة في الكور اللي هي الثابتة، بيطلع
طويل جسمه كويس يقدر يلعب بدماغه كويس قوي كويس قوي يعني ودي ميزة كمان يمكن هتشوفها فيه لما ياخد الثقة كده شوية يمكن حمدي فتحي لما غاب يمكن في الوقت ده تعويضه بديانج أنا شايف تعويض جيد جدا وبعدين المهمة في الأمر إن هو بدأ يباصي كويس ودي مهمة جدا يا كابتن إسلام في وسط الملعب يمكن إحنا دايما بنتكلم على الديفندرات في مصر ويعني عندي وجهة نظر فيها إن الديفندر اللي بيباصي صح وبيباصي كويس بيأثر على نفسه حتة القطع كتير مش معنى ان الديفندر بيقطع كتير وبيعمل مصبس كتير يبقى هو ديفندر كويس لا يعني المهم انك انت بتعرف تباص هو الباص بتاعه سليم التحرك بتاعه جيد بيشتغل في الحتة الدفاعية كويس وفي الحتة الهجومية هيزيد ولكن هو لسه عنده التقل شوية في حتة الترنات والحاجات دي لعب يعني لما مع اللعب لما يلعب باستمرار كتير قوي هتقدر تلاقيه كويس ان شاء الله تمام كابتن حشيش يعني النهارده اختياره لأليو ديانج بجانب عمرو السوليه وعمرو السوليه بجانب هدف الثنائيه دي يعني أليو ديانج وعمرو السوليه تفتكر ليه لقوه المباراه ولا يعني في مباراه الاسماعيلي شفناه بيلعب بمجدي قفشه وباليو ديانج تمام تفتكر ان الاول بيلعب الثاني فارق النقطة هو اللي مخليه يعمل كده من وجهة نظرك يعني طبعا احنا يعني عارفين الاتحاد السكندري ماشي بصورة جيدة السنة دي عامل ماتشات كبيرة عنده يعني تسع ماتشات 6 فوز 2 تعادل 1 خسارة دايما الكابتن طلعت بيملى نص الملعب بلعيبة الحقيقة كلهم على مستوى كبير الفرقة يمكن من الفرق القليلة في بطولة الدوري ان الخطوط بتاعتها كلها تقريبا مستوى واحد يعني ما تلاقيش خط اقل من الخط الثاني بدليل لو شفنا حتى خط الدفاع عنده ان نلاقي مثلا محمود رزق من الهدافين يعني مظبوط جاب 4 اهداف النهارده بس لفت نظري في اتحاد اسكندري كابتن طلعت مريح خالد قمر ما اعرفش التريحه دي هنتكلم على الاتحاد ولكن خلينا نتكلم على النادي الاهلي طبعا الثنائيه اهم ما في التشكيل النهارده هو انا بعتبره النهارده ان شاء الله بيكون اضافه كبيره للنادي الاهلي وعوده عمرو السوليه في حته نص الملعب ديفندر مع اليو ديانج اعتقد ان دي هتدي فرصه لعمرو السوليه ان هو يكمل ومع طبعا خط الهجوم وتسديداته طبعا اللي هي اخرها طبعا مباراه الاسماعيلي اللي جاب هدف من بره روعه يعني اعتقد انه هيبقى حرس الحدود الاسماعيلي ما لعبش حرس الحدود نتيجه للتكتل الدفاعي جاب جون وده كان مفتاح حل كبير للنادي الاهلي اعتقد ان عمرو النهارده هيكون له دور كبير قوي في التكمله الهجوميه مع الاعتماد على ديانج انه هيبقى ثابت او واقف في الحته اللي هي قدام طبعا المدافعين شايفين احنا ثبات في خط الظهر باستثناء طبعا سعد سمير اللي هو لعب المباراه اللي فاتت نتيجه اصابه ربيعه رجع تاني برضه هو احمد الشيخ في التشكيل مع اقتناعه انا حاسس ان هو مقتنع بجونيور اجاييه في الحته اللي قدام كم حطه لان اعتقد ان هيبقى في شغل كبير قوي لجونيور اجاييه في توسيع الحته العمق دي لنص الملعب والمهاجمين تمام كابتن ماهر على الجانب الاخر فريق الاتحاد السكندري بيلعب بتشكيله معتاده باستثناء خالد قمر ولكن يعني مانويل اوكوي وخالد الغندور واحمد رفعت هذا الثلاثي مع رزاق سيسي او هذا الرباعي هو واحد هيبقى راس حربه اعتقد ان هو هيبقى الاقرب مين من وجهه نظرك اوكوي ولا سيسي لا اوكوي يمكن رزاق سيسي شفناه كابتن طلعت برضك بيلعب بجبهات في التكتيك اللي بيلعب من خلاله كابتن طلعت محافظ لعبته برضك الاختراق من الاطراف وبينجحها بشكل كبير جدا سيسي مع السيد سالم أيوة. يعني عاملين جبهات اسامه العزم مع احمد رفعت دي الجبهه اليمين اللي بيعتمد عليها كابتن طلعت في الاختراقات احمد رفعت بيلعب ناحيه الشمال اقرب الى ناحيه الشمال يعني سيسي بيلعب ناحيه السيد سالم وبعدين بيحصل نوع من الشيفت او نوع من التغيير في بعض فترات من المباراه مظبوط عايز اقول لك يا كابتن اسلام ان كابتن طلعت من المدربين اللي عندها نضج فني بشكل كبير جدا مزبوط. وهو عنده اسلوب وفكر تكتيكي بيحتفظ بيه بشكل كبير جدا واحنا عرفنا من الكابتن طلعت يوسف ان الفكر التكتيكي بالنسبه له بيعتمد بنسبه كبيره جدا على الجوانب الدفاعيه ايوه لكن طبعا بوجود العناصر اللي بقت مميزه يعني نادي الاتحاد السنه دي تقدر تقول نضج
اللعيبه اللي موجوده عنده من اللعيبه المميزه بقى عندها خبرات بشكل كبير جدا، ساعدت الكابتن طلعت انه بقى عنده انطلاقات في الجانب الهجومي على حساب الجانب الدفاعي. لو بصينا كده هنلاقي عماد السيد من الحراس المميزين اللي اكتسب خبرات بشكل كبير جدا وقدر ان هو يبقى يمنع مرمى الاتحاد في حته احراز الاهداف. عنده في خط الظهر اسامه العزب من اللعيبه اللي بردك عندها خبرات، محمد انور، محمود رزق، السيد سالم من على الطرف، سيسي ونضج بشكل كبير جدا في الفترات السابقه شفناه بشكل جيد. عنده نور السيد اللي بيعتبر محور اللاعب اللي بيربط بين نص الملعب في الجانب الدفاعي وبين نص الملعب في الجانب الهجومي. احمد ديميد مانجا من اللعيبه طبعا ابناء النادي الاهلي اللي شفناه خلال الفتره السابقه مع نادي الاتحاد بيأدي اداء جيد. احمد رفعت اللي نضج بشكل كبير وبقى لعيب مميز لنادي الاتحاد في حته الاختراقات، لان هو لعيب فوتبولر، لعيب مهاري، بيقدر يخش جوه، بيقدر يطلع لبره، بيقدر يربط مع راس الحربه، بيقدر يربط مع المدافع اللي معاه، كمان يا اسلام بيجيب اهداف يعني بيحرز اهداف، فبقى بيمثل خطوره بشكل كبير جدا. خالد الغندور عنده نوع من السرعات اللي بردك ممكن تسبب مشاكل للنادي الاهلي. مانويل اوكي بردك من الافارقه اللي هم اقوياء بيعتمد عليهم الكابتن طلعت بشكل كبير. هنشوف تنوع يا كابتن اسلام بالنسبه للتكتيك كابتن طلعت مع النادي الاهلي النهارده. طيب هل هيعتمد على الجانب الدفاعي بنسبه 75% او 70%؟ ثم الانطلاقات في الكونتر اتاك او الهجمات المفاجئه للنادي الاهلي هنشوف طبعا من خلال اداء كابتن طلعت من بدايه المباراه. عايز تتكلم انت يا كابتن عادل عن طريقه لعب الاتحاد السكندري؟ يا ريت. يعني الاتحاد السكندري طريقه لعبه كان دائما بيلعب بالاربعه اللي هو الاثنين الديفندرات نور السيد واحمد منجا دائما، وبيلعب 4-2-3-1 دائما. لكن عايز اقول لك انه اخر مباراه لعبها مع مصر اللي مصر لما كان التغييرات اللي هي في التشكيل النهارده غير ثلاثه، رجع ثلاثه يعني منهم الغندور رجع، ايمانويل الخروج من الفرقه كان في اسلام جمال كان بيلعب في مصر في سي مصر، كمان خالد قمر فضل بيه. ليه النهارده؟ لان كابتن طلعت يوسف عنده ميزه كويسه قوي. كابتن طلعت يوسف بيلعب كل فرقه على قد بطريقتها، عنده التكتيك بتاع الكابتن طلعت يوسف تكتيك فيه عايز اقول لك المرونه الدفاعيه. كابتن طلعت السنه دي دخل فيه 5 اهداف ودي حاجه مهمه جدا، دفاعيا منضبط جدا، هجوميا ممكن تكون الكثافه الهجوميه بتاعته مش قويه لانه هو احرز 12 هدف ما تناسبش القوه الضربه اللي عنده. زي ما قلت يا كابتن اسلام انت احمد رفعت ده من افضل لعيبه مصر اللي بيلعب ناحيه الشمال دلوقتي، من احسن اللاعبين. هو عنده سرعات بس النهارده كابتن طلعت افتكر انه طريقه لعبه يلعب النهارده 4-1-4-1 برجوع نور السيد او احمد منجا ايهما بيبقى اقرب اللي هو اللي بيبقى الواحد اللي قدام الاربعه الاولانيين اللي هو هيبقى سيد سالم ومحمود رزق ومحمد انور واسامه العزب، ممكن ينزل تحتيهم نور السيد وهيبقى الاربعه اللي في وسط الملعب كلهم عندهم سرعات، هيبقى احمد رفعت، رزاق سيسي، خالد الغندور، ايمانويل اللي هيبقى الراس حربه الوحيد اللي هيبقى قدام. علشان كده اقول لك النادي الاهلي النهارده نص الملعب بتاعه هيبقى مهدد شويه، يجب على النادي الاهلي النهارده ينقل الكره في النص الثاني لملعب نادي الاتحاد بطريقه لعب كابتن طلعت النهارده، واللي انا شايفه هيبقى فيه تحفظ، هيبقى فيه كور طويله للكابتن طلعت. يمكن انا اعرف كابتن طلعت كويس ومهتم قوي بيه لانه من المدربين الكبار. النهارده هيشتغل الكوره الطوليه دائما، وهيشتغل الكوره اللي في القلب اللي هو شايف ان النادي الاهلي عنده فيه مشكله. واحلى حاجه يا جماعه ان احنا لما باجي اسال بسال السؤال، وكابتن عادل وكابتن ماهر وكابتن حشيش بيتكلموا في كل بنرد على الاسئله اللي بعدها. لا انتوا على فكره بتحطوني انا في موقف وحش. لا انت قلت لي طريقه لعب الاتحاد، انت بتحطني في موقف. حضرتك اتكلمت على كابتن ماهر مسك لعيب اتكلم على الاتحاد وحضرتك قلت لي، لكن ماشي اتفضل. لا بس انت بتقول لي طريقه لعب الاتحاد. طب طريقه لعب الاتحاد يا كابتن، ما هو ده اللي انا قلته لك، انت ممكن ما كنتش خدت بالك. انت يمكن انا ما خدتش بالي. طيب الشقين الدفاع والهجوم. ها عادل يعني بيشرح لك الشقين الدفاعيه والهجوميه. طيب على الجانب الاخر نادي الاتحاد السكندري من الواضح جدا ان هو بيعتمد يا كابتن على السرعات في الامام. طيب السرعات في الامام كيف يمكن مجابهتها بقى من ناحيه النادي الاهلي؟
طبعا وجود ديانج قدام الاثنين المساكين عليه عامل كبير قوي في التغطية على معلول ومحمد هاني. اللي انا عايز اقوله النهارده تكمله لكابتن عادل برضو ان انا اعتقد ان السيسي هيلعب معلش فادي هيلعب ناحيه اليمين عشان تعرف ان انا ما خلصتش لسه هيلعب ناحيه اليمين اللي هو الشمال بتاع النادي الاهلي عشان الحته برضو السرعات الحته لان عارف مكمن الخطوره في النادي الاهلي هي الجبهه الشمال دلوقتي اللي هيبقى فيها الشحات ومعلول دي هتبقى طبعا جبهه قويه وفيها سرعات طبعا احنا عارفين معلول بانطلاقاته فهو هيحط سيسي ناحيه اليمين احمد رفعت بيجيد الحته ناحيه الشمال. النهارده تاكيد لكلام كابتن عادل ان هو فعلا هيعتمد على حته القلب كور الطوليه وعشان كده انا بقول ان ممكن يكون هو قعد خالد قمر لان خطوره خالد قمر في الكور العرضيه واللعب بيلعب بدماغه كويس قوي فهو اعتقد ان هو هيعمل هيحاول يفضي الحتت اللي هي ورا مدافعين النادي الاهلي عشان يعتمد على انطلاقات رزاق سيسي من ناحيه واحمد رفعت من الناحيه الثانيه مع نزول خالد الغندور في نص الملعب لان برضو طريقه كابتن طلعت يعني في الحته الدفاعيه قريبه شويه من النادي الاهلي انه بينزل تحت الكوره وبيضغطوا على المناطق اللي فيها الكوره بيضغطوا جامد وبيحاولوا يستخلصوا الكوره قبل ما تبقى هجمه خطر ويمكن دي شفتها يعني في اكثر من ماتش للاتحاد السكندري. بعد كده هو ما بيعتمدش كتير على الاستحواذ لانه مع النادي الاهلي هيعتمد على الحته المباغته شويه ان هو ممكن ينقل الكره والثانيه الكره الطويله اللي بيجدها طبعا نور السيد الحاجات الطويله اللي بيلعبها خلف المدافعين اللي ممكن يستغلها سيسي واحمد رفعت في الانطلاقات. طيب خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع نجومنا الكبار ونشوف بقى الاهلي هيلعب ازاي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر الاهلي هيجابه نادي الاتحاد السكندري من الناحيه الهجوميه ازاي؟ بمعنى الاتحاد السكندري عنده مجموعه زي ما كابتن حشيش شرح وزي ما كابتن عادل شرح مجموعه قويه جدا من المهاجمين اللي يقدروا يعتمد عليهم وبيعتمد على سرعتهم، ازاي نادي الاهلي هيقف صح او هيقف من الناحيه الدفاعيه؟ ده سؤال مهم جدا اسلام. النهارده طبعا قوه الفرقتين واضحه قوي، مهم جدا السرعات اللي موجوده في خط هجوم نادي الاتحاد والمهاره الفرديه اللي واضحه والمهاره الجماعيه، مهم جدا النهارده يبقى في تامين دفاعي لخط ظهر دفاع النادي الاهلي. يعني النهارده هنتكلم على محمد هاني. محمد هاني جابها للناحيه اليمين اللي بيشغلها طبعا قدامه هيبقى غالبا احمد الشيخ، هيبقى حسين شحات. لا بالنسبه لنا هيبقى نص الملعب هيبقى عمرو السوليه وبعدين احمد الشيخ، الثلاثه دول بيمثلوا الجبهه اللي هم التامين الدفاعي من خلال احمد الشيخ الاول وبعدين السوليه وبعدين محمد هاني. مهم قوي الجبهه ديت ان هي تمنع اختراقات اطراف نادي الاتحاد اللي بتمثل فيها السرعه والمهاره والقوة اللي موجود عليها احمد رفعت ورزاق سيسي. الجبهة الثانية علي معلول مهم جدا مع ديانج وحسين الشحات ان هو برضه كمان يقدر يقفل من قدام في الجانب الدفاعي عشان نقدر نعطل اختراقات احمد رفعت من ناحية المهارة ومن ناحية السرعة. بالظبط. الكورة الطويلة اللي اتكلموا عليها الكباتن برضك مهم جدا، الوقفة بتاعت ايمن اشرف وسعد سمير مش واقفين على خط واحد يا كابتن اسلام. ودي مشكلة ممكن الكابتن طلعت يلجأ ليها، لازم يبقى فعلا الكوره ناحيه سعد سمير، يبقى سعد سمير هو اللي بيشترك وبعدين ايمن اشرف هو اللي عامل كفرنج ورا سعد سمير. تمام. كابتن عادل الكوره الطويله اللي كابتن ماهر وحضرتك اتكلمت عنها، مين اللي هيقف من وسط الملعب؟ اليو ديانج ولا عمرو السوليه ولا على حسب ولا مين ناحيه اليمين ومين ناحيه الشمال؟ على حسب الكوره الطويله من الاتحاد يعني. على حسب المسافه وعلى حسب المنطقه اللي بتتلعب منها الكوره، بمعنى ان دايما النادي الاهلي يمكن حته التقارب الخطوط لما بتهاجم النادي الاهلي بيبقى ايمن اشرف وسعد السمير بيبقى في وسط الملعب بتعمل مساحات وهو ده اللي عايزه الكابتن طلعت. لا احنا بنتكلم على الكور الطوليه مش الهجمه مرتده او هجمه، يعني كره طوليه بهجمه مرتده ما مثلا. هو عايزين نتكلم على الاثنين. يعني اولا علشان نتكلم على الاثنين لازم نبدا باول حاجه اللي النادي الاهلي في الحته الهجوميه بتاعته علشان الكابتن طلعت يعمل الحته الهجمه المرتده ويلعب الكره الطويله لازم يبقى فيها عمق علشان السرعات.
لا والتغطيه العكسيه من محمد هاني وعلي معلول. يمكن محمد هاني وهاني وعلي معلول واحنا اتكلمنا في الامر دي لما في الحته الهجوميه علشان توقف الحته الطويله بتاعه الخصم لازم يبقى في واحد طالع والتاني بيدخل كتالت جوه كانها تالت اللي حضرتك تلاته بيلعبوا تلاته عشان يبقوا التلاته تلاته فلات يعني فلات. واحيانا في اللحظه اللي هي الكوره الطوليه اي فرقه بتلعب الكوره الطوليه انت بتتخلى عن الفلات دي بتخلي واحد ينزل سنه علشان كاليبرو كاليبرو في الوقت ده بس. لكن الحاجه اللي هي بتميز النادي الاهلي وكان عنده ضعف فيها الماتشين الاخرانيين رغم ان ما كانش فيه هجوم كويس حته القلب بتاعه النادي الاهلي. يمكن انت شفت الجون اللي دخل فينا في الجونين اللي دخلوا فينا ورا بعض منهم مباراه افريقيا الهلال كلها كور طوليه من النص. عشان كده الكابتن طلعت يوسف النهارده لما هيلجا ليها انت تعرف تضربها ازاي بانك انت الضغط المباشر الضغط الامامي الامامي ما تخليش يطلع هجمه مرتده منتظمه. لكن انت عارف يا كابتن اسلام دايما الحته الطويله بيبقى لها شقين. الشق الاولاني انك انت بتنظف ملعبك او بالمعنى الاصح بتطلع الكوره مش بدون هدف. اما الفكره الثانيه انك انت اول ما بتقطع ازاي السرعات بتاعت نص الملعب بتاعت نادي الاتحاد يقدروا الانطلاق بتاعه. عندك النهارده النادي الاهلي في حته نص الملعب هيبقى عنده مشكله شويه في حته ايه؟ انه هيبقى في نقص شويه عددي علشان كده دايما الفرقه اللي تلعبك 4 1 4 1 زي ما احنا اتفقنا عشان تلعبك الكوره الطوليه لازم بيبقى عندها لاعب سريع. 4 1 4 1 ولا نور السيد واحمد نبيل للاثنين؟ لا هو دايما الكابتن طلعت ده اللي انا كنت بكلمك عليه في طريقه اللعب. إن لما سالتني على طريقه لعب الاتحاد قلت لك ان النادي الاتحاد بيقسم مبارياته بيلعب 4 2 3 1 دايما دي طريقه لعبه. لكن 4 2 3 1 ليها مشتقات دفاعيه لما يجي يلعبها الفرقه الكبيره بيعمل المشتقات الدفاعيه منها 100%. لما يجي يلعب فرقه متوسطه الحجم بيحولها ل 4 3 3 احيانا كمان. يعني دايما احنا عنده مرونه تكتيكيه وخططيه. لا يا كابتن اسلام في نقطه مهمه عشان بس الناس المشاهدين يبقوا عارفين في كره القدم ما بيبقاش في حاجه اسمها سيستم. يعني ما تجيش تقول لي ان فرقه النادي الاهلي بتلعب في الوقت الحالي 4 2 3 1 وتسكت. لا لان في طريقه لعب ده السيستم العام. لكن في طريقه لعب لما بتهاجم ممكن تهاجم بخمسه فتلاقي الطريقه اتغيرت بتبقى ثلاثه مثلا اثنين خمسه وانت بتهاجم. حته الدفاع وانت بتدافع ممكن بينزل الطرفين بينزل الطرفين فبتبقى في اكتر من طريقه لعب. اتفضل. تمام. كابتن حشيش علي معلول ومحمد هاني دور كبير جدا عليهم النهارده كالعاده يعني دائما. تمام. الاطراف سواء علي بقى مع حسين او محمد هاني مع احمد الشيخ الاقرب يعني ولا تمام. انت شايف ان ممكن العكس؟ لا انا شايف كده ان احمد الشيخ هيلعب ناحيه اليمين قدام محمد هاني وعلي معلول طبعا قدامه حسين الشحات. طبعا اعتماد النادي الاهلي زي بقول لك عليهم على الاجنحه ده اساس لعب النادي الاهلي مع طبعا وقفه اليو ديانج قدام ايمن اشرف وسعد سمير هيبقى باستمرار عشان السوليه تفرغ برضو للحته الهجوميه اللي احنا قلنا عليها. النهارده النادي الاهلي عشان يعني ان شاء الله باذن الله يكسب نادي الاتحاد سرعه التحول من الدفاع للهجوم. أيوة. دي مهمه جدا على اساس ان هو نادي الاتحاد طريقه لعبه في الماتش ده بالتحديد يعني يمكن مش مع الكابتن عادل في حته ان هو احمد نبيل مانجا احمد نبيل مانجا ونور السيد هيبقوا من تحت هيلعبوا من تحت ويقفلوا حته القلب دي على النادي الاهلي وسيسي واحمد رفعت اللي هيتفرغوا لحته ما قلتش ان هم يلعبوا من قدام. تمام. بقول لك هيبقى دايما كابتن طلعت في الناحيه الهجوميه في الناحيه الهجوميه الناحيه يعني انا دايما بيبقى بيحط واحد في الاثنين احيانا الديفندرين بيبقوا اثنين جنب بعض او واحد واحد في الماتشات الثقيله بيحطهم ورا بعض عشان بيعمل الديفندرين من الناحيه تمام عشان يطبق الطريقه الدفاعيه بتاعت 4 1 4 1 تمام. هي دي الحته طبعا اللي احنا بنقول عليها ان النادي الاهلي لازم يتحول من الدفاع للهجوم بسرعه يقدر يضرب خط الهجوم بالتحديد قبل ما ينزل نص ملعبه ويقفل مع بقيه نص الملعب. كذلك برضو النادي الاهلي النهارده لازم يستغل الضربات التصويب من الخارج دي مهمه جدا. عند برضو الاتحاد برضو مشكله في محمود رزق ومحمد انور في بطء شويه في التحركات بتاعتهم يعني الاختراقات بتاعه النادي الاهلي من النص هتفرق وده طبعا ممكن يجي نتيجه للتحرر اللعيبه في الخط الهجومي من مراكزها زي احمد شيخ ممكن يدخل من القلب مع حسين برضو الشحات.
الحاجه اللي برضو بحذر منها النادي الاتحاد في الماتشات اللي فاتت اللي اتفرجت عليه بيجيد ضربات السبت كورنرز تحديد. الكورنر بالتحديد بيبقى مميز فيها، وشفنا محمود رزق طبعا في الكور اللي بيطلع فيها في الكورنر بيجيب جاب اكتر من جون، فاحنا برضو لازم يبقى فيه رقابه، وهيبقى ده دور طبعا الشناوي في الحاجات العاليه. عموما هسيب حضراتكم تشوفوا تقرير عن هذه المباراه، وبعد التقرير بقى هسيب حضراتكم برضو تتفرجوا على المباراه، مباراه الهامه جدا نادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري، وبعد كده ان شاء الله نتقابل مع حضراتكم بعد نهايه المباراه، وان شاء الله كل كواليس ما حدث اثناء قبل واثناء وبعد المباراه يكون مع حضراتكم هنا في ملعب الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم بعد نهايه المباراه مباشره، بعد الشكر طبعا للكابتن ماهر، كابتن عادل، كابتن محمد حشيش اللي هيكونوا معانا ايضا بعد نهايه المباراه مباشره.